كيلوحوا هاد الازبال هاد المتلاشيات ديالهم، والعكس على انهم كيشعلوا فيه العافيه كل ليله كنلقاو هنا واحد الكومه ديال الدخان. انت الدخان كيأثر عليك، كتلقاه معك في الصالون وانت جالس مع العائله وكتشم الدخان. السلطات انا تدخل في هاد الحي هذا على الاقل. ها انت جيتي على غفله، شوف معايا الله يجازيك بخير، شوف معايا هو الكاميو، ها هو صوره، الله يجازيك بخير. احنا من الساكنه اللي متضررين بزاف بهاد الازبال وهاد المتلاشيات اللي كتلاح كل نهار، وقدمنا عدة شكايات للعمالة وشكاية للسيد القائد المنطقة والمقاطعة ديال العيادة. فالسلطات كتدخل، ولكن راه اش غنقول لك، كيجيو ناس اللي كيلوحوا بالتريبورتورات ديالهم، بالكاميوات ديالهم، بالكرارس ديالهم، كيلوحوا هاد الازبال هاد المتلاشيات ديالهم، والعكس على انهم كيشعلوا فيه العافيه كل ليله كنلقاو هنا واحد الكومه ديال الدخان، ديال يعني الاختناق التام في هاد المنطقه هادي، واللي كتشد زعما ان البلاصه نقيه الحمد لله، والساكنه راه كتشكي ماشي مره ماشي جوج، والله الله يجازيهم بخير حتى هما السلطات انهم يتدخلوا في هذا الامر زعما استعجالي اللي عانينا وكنعانيو. ودابا راك عارف الاجواء الصيفيه كيكون الجو شويه مزموت، كتكون الامور يعني حتى الدخان كيأثر عليك، كتلقاه معك في الصالون وانت جالس مع العائله وكتشم الدخان، فبعد المرات حتى الاكسجين ديالك ما كتبقاش تنشق داك الاكسجين ديالك الطبيعي. وكنتصلوا برجال السلطه اللي كيجيو كيطفيو المطافي، كيطفيو العافيه، وكيعاودوا نفس عاوتاني واحد 3 ايام 4 ايام كتلقى نفس المشكل عاوتاني، ان الكومه كما كتشوفوا كيجيو عاوتاني الناس ديال النظافه كيجمعوا هذاك في الكاميوات ديالهم وكيديروا راس، ولكن نفس المشكل. في الاول كانوا كيجيو الناس كيلوحوا هادشي ديال الهديم اللي زعما صلح الدار ديالو، اللي هرس شي حاجه كيجي كيلوح هنا. فحنايا كنا كنشدوا هاد الناس هادو، كنلقاو تريبورتورات مكريين انهم كيهزوا دوك الازبال خصهم غير يحيدوا من الناس، وما كيعرفوش فين زعما راه الناس ساكنه هنا ولا شي موضع اللي حطوا فيه وهزوا صحاب الازبال ويلوحوه، فكيوليو هما يعني اللي جا اللي لاح شي حاجه كيلوحها مع انت. كتشوف حنا درنا واحد الحاجز بيننا وبين الدار، بعد المرات كنصبحوا الصباح كنفيقوا كنلقاو تريبورتور والزباله اللي حنايا الزبل حدا الدار. حنا كنجيبوا التراكس وكندفعوا ليها باش ما يبقاش ديك الريحه وما يبقاش داك كنحسوا براسنا بان حنا ساكنين في واحد زباله وصافي. هادشي اللي كاين، كيما جيتي على غفله وشفتيها العافيه شاعله، يعني ماشي هي شاعله بنهار، وقت ما كيجيو كيلوحوا دوك المتلاشيات ديال الثلاجه، ديال ماكينه الصابون، ديال الفرشي، ديال هذيك، كيجيو كيحرقوا هنا منهم هذوك الثوب، هذاك المضربه، هذاك الشيء المهم كيلوحوه هنايا. ما عرفتش واش كيجمعوا منه شي متلاشيات ديال الحديد وكيعاودوا فيها البيع. المهم راه العافيه كتلقاو البارح باللي راه ماشي العافيه، راه الرعب البارح، راه ما نقولش لك، راه واحد العافيه شاعله تبارك الله بحال تقول مع شاعله في شي. فالله يجزيكم بخير، حنا كنطالبوا السلطات انه تدخل في هذا الحي هذا على الاقل. ها انت جيتي على غفله، شوف معايا الله يجزيك بخير، شوف معايا هو الكاميو، ها هو صوره، الله يجزيك بخير.